نروح لملف آخر لا يقل أهمية، وهو خاص بصحة المواطن المصري. زي ما احنا عارفين وزي ما دايما السيد الرئيس بيقول ان صحة المواطن المصري خط أحمر. امبارح وزارة الصحة أعلنت عن إجمالي الزيادات اللي استقبلتها مبادرة السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي. منذ انطلاق المبادرة في شهر يونيو 2020 ولحد دلوقتي بلغت الزيادات حوالي، بنتكلم في 29 مليون و865 ألف زيادة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. يا صباح الخير يا استاذ احمد، صباح الخير يا استاذ هدير، تحياتي لكما ولمشاهدي حضراتكم الكرام، وكل سنه وانتم ومصر والمصريين بألف خير يا رب. وحضرتك بخير يا دكتور. دكتور، يعني في البدايه تقريبا كده اجراء الكشف على كم مواطن تم ضمن مبادره رئيس الجمهوريه لمتابعه وعلاج الامراض المزمنه والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي. خليني اقول لحضرتك انه مبادره الاعتلال الكشف عن الاعتلال الكلوي هي مبادرة نشأت من رحم المبادرة الكبرى 100 مليون صحة، اللي قالت ان احنا عندنا اعداد كبيرة تزيد عن 20 مليون مواطن يعانون من درجات مختلفة من ارتفاع ضغط الدم، سواء كان خفيف متوسط او شديد. كل المواطنين دول التي اظهرت مبادرة الكشف المبكر عن الامراض غير السارية تم حالتهم الى الوحدات الصحيه للكشف على الاثار الجانبيه لضغط الدم، اللي واحد منه الباك بريشر او الضغط على الكلى اللي ممكن يسبب اعتلال كلوي. فدولت هم كل الفئه المستهدفه للكشف من خلال مبادره السيد الرئيس للكشف عن الاعتلال الكلوي او تاثر درجه وظائف الكلى. صحيح. طيب دكتور، احنا بنتكلم عن زي ما حضرتك بتقول ده نتاج لمبادرات طبيه سابقه، مساله ان احنا ندخل بقى في مبادره تانية لانه لقينا هنا في حاجه لهذه المبادره. ماذا تقدم بالضبط المبادره لمرضى الاعتلال الكلوي؟ احنا في البدايه بنشخص الوضع الوظيفي للكلى، هل هناك تاثر، اي ما هي درجه هذه التاثر، من خلال فحص بيتم بشكل مباشر للبول ونسبه البروتينات اللي موجوده في البول. اذا كان في اي درجه، طبعا بيقسم الخلل الى درجات خفيفه متوسطه وشديده. بناء على التشخيص بيتم توجيه العلاج المناسب وتوجيه المواطن لحاجتين: الحفاظ على مستويات ضغط الدم مناسبه للمرحله العمريه اللي هو فيها، وفي نفس الوقت تقديم العلاج للخلل الوظيفي الذي حدث غالبا بسبب عدم ضغط الدم. طيب مستهدف بقى الكشف عن كام من الاشخاص اللي موجودين في المبادره؟ يعني هل في قوائم بترصد عدد يعني طالبي هذه الخدمه؟ كده كده احنا عندنا الاعداد اللي الارتفاع ضغط الدم اللي ظهرت من خلال المبادره الرئاسيه 100 مليون صحه، اللي من ضمنها الكشف عن الامراض غير الساريه، السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنه. الاعداد دي هي الاعداد المستهدفه، بالاضافه الى التوعيه العامه لكل المواطنين انه يستطيعوا ان هم يكشفوا على الكلى بشكل دوري، وده الحقيقه نتمنى ان يكون سلوكا معتادا للمواطن المصري انه دايما يبقى عنده مساله التشيك. يعني احنا بنستهدف الوصول للمواطن، ما فيش قوائم انتظار في الامر ده تحديدا؟ لا خالص خالص، لانه احنا عندنا زي ما بقول لحضرتك كده عندنا متوسط اعداد، لكن المبادره مفتوحه لكل المواطنين للتقدم للكشف في، وخاصه المرضى اللي عندهم او المواطنين اللي عندهم اختلال في ضغط الدم. طيب يا دكتور، انا كنت بسال حضرتك المبادره بتقدم ايه للحالات في الاعتلال الكلوي؟ حضرتك قسمت الحالات لمتوسطه وحالات خفيفه ومتوسطه وشديده، كل واحده بيتم تقديم العلاج المناسب ليها، سواء اذا كان هيتم العلاج في نفس مكان الكشف او بيتم الاحاله الى مراكز الكلى المتخصصه، اما في المستشفيات التخصصيه التابعه لوزاره الصحه او المستشفيات الجامعيه. والعلاج بالمجان ايا كانت شكل الحاله ايه؟ كل المبادرات الرئاسيه تتحمل الدوله تكلفه الكشف والفحوصات والعلاج
بالمجان تماما، لا يتحمل المواطن اي تكلفه من اي نوع في اي مبادره رئاسيه، لان المبادرات الرئاسيه هي جزء من سياسه السيد الرئيس نحو حياه كريمه صحيح. للمواطن المصري. وطبعا اول ده هو صحه المواطن المصري. طيب كنت عايز اتكلم مع حضرتك عن الاجراءات اللي هتقوم بيها الوزاره في العيد باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب. يعني مع الاجازات والاعياد تكثف وزاره الصحه والسكان جهودها ونشاطها لتحقيق مجموعه من المحاور المرتبطه بتحقيق الامان الصحي للمواطنين، بدايه من تكثيف اعداد المرور على الاماكن التجمعات، المطاعم، الاسواق التي تقدم الطعام، الجهات اللي الفنادق، للوصول الى اعلى معدلات الامان في التغذيه في فتره الاعياد عشان يبقى في عندنا وقايه، بالاضافه الى نشر العديد الحقيقه من فرق التواصل المجتمعي في اماكن الازدحام في المولات للتوعية بحاجتين، أهمية التطعيم وفي نفس الوقت السلوك الصحي في فترات الأعياد. والطرق يا دكتور وسيارات الإسعاف. ما ده بقى غير الجزء الثاني المتعلق برفع درجة الاستعداد في أقسام الطوارئ والاستقبال بكل المستشفيات، مع تأكيد على إلغاء الأجازات غير الضرورية وتوفر مخزون الدم، توفر الأدوية والمستلزمات، توفر الكوادر الطبية. يمكن في بيان وزاره الصحه يا دكتور كان في الدفع باكثر من 20 سياره اسعاف في الاماكن المتكدسه ولانشات 2000 عفوا. يعني احنا بنتكلم على مجموعه من المحاور، الوقايه، التاكد من اماكن الاحاله والمستشفيات، الطرق، واعاده تمركز اكثر من 2119 سياره اسعاف بيعاد تمركزها على الطرق بحسب معدلات الكثافه. احنا لينا دراسات الحقيقة بنعملها، يمكن ده ما بيظهرش للرأي العام، لكن احنا في كل فترة بعد انتهاء الأجازات بنعمل دراسة مرتبطة بمعدلات الحوادث ونسب الحوادث على الطرق، وبناء عليه بيعاد توزيع. بس بيبقى في تنسيق يا دكتور مع وزارة الداخلية تحديدا في الأيام الخاصة بالإجازات الرسمية، علشان خاطر بيبقى هم عندهم برضو علم ودراية بأكثر الأماكن تكدسا؟ الحقيقه يعني وكأن الدوله كلها بتعمل بشكل واحد لتحقيق امان صحي على الطرق، خاصه الطرق السريعه، وحضرتك عارف انه المصريين بيبقى ليهم اتجاهات في الصيف في السفر غير اتجاهات الشتاء في السفر في الاجازات، وبالتالي الطرق الساحليه، الشواطئ، بيعاد بالتنسيق الكامل او التكامل مع وزاره الداخليه اعاده توزيع سيارات الاسعاف بحيث انه يبقى متوسط التغطيه عندنا في الطرق الساحليه خصوصا او اللي المتجه الى الشواطئ ما يقرب من 5 كيلو، هي المسافه اللي ما بين ارتكاز اسعافي وارتكاز اسعافي اخر. نعم. طيب. عظيم، بنشكر حضرتك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزاره الصحه، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا.